بقالنا سنتين اول ما استلم الملعب وبنلعب بره الملعب بيرهقنا ارهاق مادي ماليش مش موجود ملعب نتمرن عليه نضطر نتمرن على ملاعب خماسيه وطبعا ده بيتكلف النادي تكاليف كتيره بالنسبه لنقل اللاعبين للملاعب. سنتين بننافس في الدوري لاخر لما وصلنا دور الترقي وكل ده بنلعب بره الملعب بتاعنا. عندنا وزير شباب كل مصر بتشيد بيه وبادائه. الراجل زي ما سيادتك شايف كده خد قرار بتنجيل ملعب زي دوت وملاعب كتير. المقاول المسؤول عن التنفيذ ما بيحققش طموح الجماهير، خد فلوس كتير وفوجئنا به بيقول بعد كده ان هو قدامه لسه فتره كبيره عشان يخلص من الملعب. زي ما انت شايف كل الشباب ما فيش اي مكان جوه البلد يمارس فيه النشاط غير الملعب اللي سيادتك شايفه والملعب النجيل الصناعي. حجر الصرف عاليه مرتفعه، الملعب ماهوش مستوي، اكتر من سنتين بينجل الملعب، الملعب ظهر فيه غاب كتير، اتقدمنا بشكاوى كتير للوزاره وفجاه نفس المقاول نادي المطره متقدم بشكوى ضده، نفس المقاول نادي اتحاد المنزله متقدم بشكوى ضده، بيرسى عليه كل العطاءات وما بينفذش اي حاجه، ومصر ادت للمقاول ده 400 الف جنيه عشان يعمل الملعب، ما بيعملش حاجه خالص، سنتين بل بالعكس في جديه في الغاء النشاط، لان احنا ارهقنا الانديه اللي حوالينا بتاجير الملاعب وان احنا بنستاذن منهم في الملاعب، وكل واحد عنده نشاط، بنفكر نلغي النشاط. انا بس بعتذر ده محمد سعد اداري في المركز، الاسم نزل خطأ، ولكنه نفس المقاول اللي عمل المشكلة هنا وعمل مشكلة هنا وعمل مشكلة هنا. يعني هل هي قصة مناقصة ولا ممارسة ولا مزايدة؟ بعدين واحد ياخد الحاجة وما يصلحهاش وما يعملهاش، وفي النهاية الشباب هو الضحية. دكتور أشرف، اسلوب عمل وقوانين وبيروقراطية يعني انما كل الحاجات دي طبعا بنسجلها وبقى في متابعة ونرد على حضرتك فيها. طيب. بشكل كبير كنا شفنا الحقيقة مشهد إيجابي قبلها. انا عايز اقول تعقيبا على البيان ده انه ما هم برضو دلوقتي مش عاجبهم رئيس النادي، هم اللي قالوا عباس قاتل، هم اللي قالوا كمال درويش يمشي من النادي، ده ما يبقاش موجود في النادي. انا برجو المسؤولين البيان ده يتحلل كلمة كلمة. جيشكم مقصود بقى ايه؟ تحرير مقصود بقى ايه؟ المنحنى الجنوبي مقصود بقى ايه؟ دي كلها رسائل مبعوتة من السجن للناس عشان تبقى موجود في المكان ده وموجود في المكان ده، وكل كلمة هتقراها هتبقى بتدي رسالة لمكان تاني. انت قلت لي حمام السباحة اللي كان اللي انا شفت ده حمام سباحة علاجي، ده في المستشفى الطب الرياضي. ده في الاستشفاء في حاجة اسمها الاكوا ثيرابي اللي هي العلاج بالماء. وحاجة مبدعة وحاجة جميلة جدا، ودرجة الحرارة والمساحة بتاعته وجنبه على طول في نفس المكان يمكن في غرفة قياسات فسيولوجية وتأهيل معاه. بقول لحضرتك حاجة يعني فخر ان موجود مستشفى بالامكانيات ديت، لكن احنا الترويج والادارة ويمكن المهندس خالد قال احنا لازم نفكر بطريقة تانية، وكان في فعلا اجتماع بعد مباشرة هو قال فعلا حصل واتفقنا على طريقة عمل وبنتابع طريقة العمل اللي موجودة، وهيكون حله بشكل احنا بيسموه انسيست، احنا مصممين على الحل، ان الاداره قرار وحل ومش فيش. قول لي حضرتك يعني المهام اللي انت مكلف بها دلوقتي، انت قلت لي مثلا طب رياضي انت مكلف بيه، ايه تاني حضرتك المهام اللي انت مكلف بها؟ والله في العديد من الملفات تم الاتفاق طبعا عليها كمساعد وزير الشباب والرياضه للرياضه. في مساعد للرياضه، مساعد وزير الشباب والرياضه للرياضه. نعم. لكن طبعا هي وزاره واحده بنعمل عمليه الدمج. نعم. وبنساعد طبعا بشكل كبير. في ملف المركز الاولمبي في المعادي، المركز الاولمبي طبعا في على وشك الانهيار الحقيقة. طبعا في ملف. نعم. الطب الرياضي موجود، في ملف اللجنه الاولمبيه، في ملف الاتحادات. في طبعا ملف كبير يمكن بتعامل معاه دلوقتي وانا مقتنع بيه تماما، ملف التنميه الرياضيه، لان ده يعني انا دايما بشاور بايدي وانا بتكلم في الاجتماعات، في نص كده 50% منه الصحه واللياقه للشباب المصري. احنا بنتكلم في حوالي 20 مليون تعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وبنتكلم عن مرحله متوسط العمر ومرحله كبار السن، لان الموضوع مفهوم رياضي صحي اقتصادي اجتماعي، مشاكل اجتماعيه كتيره لازم نحلها. حضرتك المهندس خالد عزيز هو بيفتح كل يوم مركز شباب، بيفتح حمام سباحه في مناطق عشوائيه وطبقات عاديه. حضرتك النهارده كان في افتتاح
فاحد الاماكن كميه غير طبيعيه من البشر في حاجه للحمام السباحه. حمام سباحه بقى موجود معدوم يعني، مش مصدقين. ملاعب نجيل صناعه على اعلى مستوى، حتى في مكسب بشكل، بس هينظم ان شاء الله الملاعب في كل مكان، بتلاقي ملعب مصور منور. احنا بنقنن الموضوع بشكل كبير، هنوصل لمرحله ان حضرتك الرياضه في كل مكان بيقول لك بس انزل امشي فتره من الفترات، وناخد معدلات قياسيه من اماكن معينه ونبدا نحط عليها. انزل امشي، انزل امشي طبعا. قلت لي حاجه وانا مع حضرتك الصبح في الوزاره، قلت لي بنفكر نعمل تراكات في الشارع للمشي، كنت تقصد ايه؟ احنا يعني هنسهل الموضوع على الاخر. ما ان شاء الله بيدرس المشروع حاليا وبتناقش فيه مع المهندس خالد. الاماكن اللي فيها تجمعات والاماكن اللي مفيش قدره فيها، حتى لو عندك قدره انك انت تروح لنادي بتكسل، احنا هنوصل ان احنا في الحي بتاعك في تراك هتنزل تمشي فيه. انت بدل ما تبقى قاعد اخر النهار في البيت مفيش حاجه معينه، بتفتح تلفزيون بتلعب بابنك مش عارف بلاي ستيشن، بتتخانق مع الاولاد او فبالتالي هنسهل الموضوع اكتر واكتر الفترات الجايه. فكر لان المفهوم عميق، يعني المفهوم عميق وهنقدر نعمله بالاصرار. ممكن يحصل، هيحصل. ده ممكن الاقي في بولاق وفي بين السرايات وفي المطريه وفي الزاويه الحمراء هيحصل، عشان في تولي مسؤوليه، والا يبقى مش قادرين يعني ان شاء الله. وهتحافظوا عليها. هيحصل. الملاعب المفتوحه هتعملوا لنا فيها ايه؟ الملاعب المفتوحه يعني ده بقول لحضرتك في المهندس خالد كان اعلن عن 1000 ملعب. مظبوط. الخطه بتجري بشكل كبير جدا، وعشان بيروقراطيه الاداء وقانون 89 و98 ومناقصات الموازات في يعني ماده 38 بالامر المباشر من حكومه من جهه حكوميه لجهه حكوميه موجوده دلوقتي، فبالتالي في راننج بشكل سريع جدا على هذه الاعمال. وبقول لك بشكر يعني في الوزاره الاداره العامه للاستثمار شغلها بشكل كبير. فالملاعب مفتوحه تكون دكتور مصطفى عزام والاداره كلها. نعم. الملاعب هتكون مفتوحه او شغاله في كل مكان ان شاء الله، تلاقي ملعب في كل مكان، هتلاقي بنعمل ممشى. هنسهل الموضوع والفترات الجايه ان شاء الله في خير في كل حاجه في البلد. طيب خليني اسالك على الملاعب بقى، الاستاد حضرتك يعني، بس انت عندك سوء حظ يعني، الفتره طليت فيها الاستاد واشتغلت كويس قوي بس ما فيش مباريات كتير، فما شعرتش انت بجهدك اللي انت بذلته. شفنا الارض اتغيرت، ده حقيقي، بس الناس ما عرفتش ايه اللي حصل في المدرجات وكاميرات المراقبه، ايه اللي حصل فيها، المواصفات العالميه اللي انت كنت بتشتغل عليها. انت كنت مسؤول عن هيئه الاستاد بس، الان بقيت مسؤول عن كل ملاعب مصر او مشارك في المسؤوليه يعني. عملت ايه في الاستاد؟ ومين اللي هيجي مدير للاستاد القادم؟ والملاعب القادمه هتبقى عامله ازاي؟ وازاي نقدر نراقب ما يحدث داخل الاستادات من خلال المرحله او في خلال المرحله القادمه؟ لا والله انا كان حظي كويس جدا، وكان حاجه يعني بالنسبه لي يعني بحمد ربنا عليها. جيت في وقت مؤسسه زي كبيره زي هيئه استاد القاهره يعني ما كانش مقدر ولا في التفكير ان اكون موجود في المكان، قدره بقيت موجود في المكان. لكن احيانا التحدي والتشالنج بيبقى في الفترات الصعبه مش في الفترات السهله. ده صحيح. فعلى المستوى الداخلي كمنظومه اداريه قدرنا احنا نتعاون مع الناس المحترمه جدا اللي موجوده في الاستاد، اللي عاملين بهيئه استاد القاهره، اللي باقين لهم كل احترام وتقدير. اكيد. تكاتفنا، طورنا نفسنا، من حتى ميزانيات الهيئه زودناها، زادت بشكل كبير في خلال السنتين ونص تقريبا. العمل اللي موجود زادت من خلال انشطه ولا من خلال موازنه الدوله؟ الاثنين. موازنه الدوله والانشطه والدخل. كويس. الاثنين زادوا. قدرنا نطلع بحجم مشروعات بقدر الامكان في الفتره ديت. قدرنا نحط منظومه تفاعليه. قدرنا ان احنا يمكن المفهوم بقى للمجتمع مش استاد كوره، احنا في هيئه فيها 8 استادات. قدرنا ان احنا نجمع ما بين الرياضه للجميع، من حقك تيجي وتمشي وتجري وتعوم. من حق يعني شعب ساكن في مدينه نصر اخش تنزل السلك. تمشي ب 3 جنيه تذكره وتنزل تعوم. فتحنا عدد ساعات للمجمع حمام السباحه. والله احنا التسعير حاجه يعني يعني في طول الشهر مثلا حضرتك تبقى موجود وبتعوم بحوالي 200 جنيه حاجه زي كده. في التدريب كمان للمنتخبات والفرق موجود، ما قفلناش على حد خالص. الاحداث الرياضيه والايفنتات على اعلى مستوى دوليه جبنا، بقول لحضرتك كان بوستون مثلا في قنبله بتتضرب، وكنت بجيب وانسيست
فريق هارلم للسله بتعمل في نفس الشهر عندنا الدبليو دبليو اي جبناها برضو في فترات يعني كان الناس مصارع. كلها فيها خوف في المصارعه المحترفين اشتغلنا عملنا حفلات كبيره جدا في مجمع الصالات الفروسية حاليا بنعمل اكبر شبكه للارض والملاعب وبنغيرها التراك بتاع العجل اتعمل ولا لسه التراك العمل دي مشكله من 92 والحمد لله خدنا موافقه وعملنا كل المفروض يتعمل وحاليا مع يعني الوزاره بعد حل المشكله في اجراءات دلوقتي وخدنا موافقه من مجلس الوزراء ووزاره الماليه على البدء في العمل والتفاعل وبنتعاون مع الاتحاد الدراجات وهيكون اول فيلدروم او استاد ان شاء الله موجود على وشك على وشك ان شاء الله طيب ده كان في استاد القاهره وانا ما زلت مصمم انك سيء الحظ الناس ما شافتش ده يعني انت عملت شغل اداري كويس قوي وعملت شغل في البنيه الاساسيه كويس قوي لكنه توقف النشاط او النشاط بدون جمهور ما كانش فيه فوكس ما كنتش انت سبوت قوي والواحد بيحب يشوف ثمره جهده وثمره عمله بالطبيعي الان انت بقيت مسؤول عن كل الملاعب عن كل الاستاد او مشارك في المسؤوليه عن كل ملاعب عن كل الاستادات هل ركبت كاميرات المراقبه في استاد القاهره ولا ما تركبتش هل عملت البوابات الالكترونيه وهل هتعممه ده هل هترقموا كل المقاعد اللي في الاستادات عشان لما نقول يا جمهور يا دكتور انا عرضت لقطه لنهائي الدوري السوري بجمهور اللي بيحصل في سوريا ده كله هعرضها لحضرتك تاني نهائي الدوري السوري كان بجمهور في دمشق من كام يوم يعني ازاي نقدر نرجع الجمهور والمواصفات المطلوبه او المواصفات اللي ممكن دكتور اشرف صبحي بصفته مساعد وزير الشباب يقدر يلبيها لنا بص حضرتك في برضه اتعمل حاجه محترمه اللي هي تامين الاستادات الرياضيه بصفه عامه كان في مشروع من وزاره الشباب والرياضه 13 استاد ومعاهم استاد القاهره ال 14 ويمكن الميزانيه طرحت وتم تمويلها من خلال صندوق التمويل الاهلي في 13 استاد على مستوى الجمهوريه مرتبطين بالمحافظات تم بيتم العمل وتم الانتهاء الاثنين مع بعض زي استاد اسوان المفروض يفتح ده انتهى اسوان خلص بكاميراته بكراسيه ببوابات الالكترونيه احنا المفروض بنجهز مع المنتخب لمباراه مع المعسكر في الفتره الجايه للافتتاح اذا ما كانش في مباراه لكنه لو في مباراه اتلعبت الصبح في اسوان امبارح ممكن يبقى في مباراه في بوابه الكترونيه في كل حاجه استاد اسوان بص ده في سوريا من كام يوم خلي بال حضرتك يعني والجماهير موجوده في المدرجات هتشوف بص حضرتك كل مكان وكل جماهير موجوده صحيح مش كتير قوي لكن في جماهير موجوده هو في ميزه عايز اقولها برضو ان احنا يعني كمصر في جزء من عدم العشوائيه في مصر حاليا طيب كويس عدم العشوائيه انت ممكن بسرعه تعمل موضوع وتدخل هو لاخر وبعدين تحصل مشكله ثانيه ترجعنا لمنطقه الزيرو فكل شيء يعني مدروس وده اول سؤال حضرتك قلته اول سؤال في الحلقه قلت يمكن السيد وزير الرياضه هو بيدخل الموضوع وبعدين بيكسبه وبعدين هو ما فيش فيه عشوائيه ليه خالد عبد العزيز بيكسب كل جوله بس اي موضوع حضرتك بتفكر فيه كويس وتجهز له كويس وتاخد قرارك لان حتى تعلمنا في الاداره يعني مش موضوع اكاديميه ده شغل وتطبيق وانا بطبق تعلمنا في الاداره انك انت لما عندك بدائل كتير معلومات كويسه وبتاخد القرار وانت عارف ما بيسيبوش للصدفه يعني ما بيسيبوش للصدفه وبيستشير ناس ونسبه الخطا يعني بيقومش من النوم انا هحل التحدي حتى نسبه الخطا وبتجمع نفسك كويس وارده نسبه الخطا يعني بتقل ما هو ده يعني صحيح. لما بنشتغل في الاداره والاستثمار في حاجه مهمه جدا في المنظومه الاداريه يعني الريسك فاكتور او الريسك اللي هو حضرتك المخاطر نسبة المخاطرة نعم فأي مشروع في الدنيا لازم تدرس نسبة المخاطرة هتخسر هتكسب طب إيه اللي حصل لو قابلك إيه فالقرار برضو في الإدارة كده يعني تشوف نسبة مخاطرته إيه لكن بتفرق فرد عن فرد إن هو إيه ممكن يقع ويقعد ويستنى نسبة المخاطرة دي لما تشوف أو خايف ياخد القرار فبالتالي القرار لما بقى أسرع من اللازم مش في مكانه وابطأ من اللازم مش في مكانه صحيح. فبالتالي يعني الموضوع مش صدفة طب ارجع اسألك كم استاد دلوقتي جاهز في مصر ببوابات الكترونية بكاميرات مراقبة بترقيم المقاعد ال 13 استاد تقريبا شبه تقريبا يعني شبه انتهوا وبينتهوا الفترات اللي يعني على الموسم الجديد هيكونوا كلهم دوري جديد دوري الجديد كل الاستادات المحافظات اللي مرتبطه المحافظات المحافظات هيكون يعني استادات القوات المسلحه كلها جاهزه دي القوات المسلحه والشرطه دي مش في المنظومه لكن هو بيخلصوا وخلصوا يمكن حضرتك بتشوف الدفاع الجوي مخلص بتشوف السلام مخلص الماكس مخلص القاهره كل حاجه موجوده لكن في هتبقى طفره اكتر بقى بشويتين ثلاثه اربعه لان اعلى واقوى منظومه للكاميرات هتبقى موجوده لان خلصت كل حاجه دلوقتي في التنفيذ ديجيتال بتشوف كل الهيئه انا وراني اللي هو مجدي اللوزي لما كنت عنده نظام مرابه عمل لي كده جاب لي المتفرج اللي في اخر الدنيا يقول لي انت هتشوف ده قلت له كده عمل لي فوكس لقيته قاعد
فبالتالي طبعا. اي متفرج في ملعب طلائع الجيش كورسان طبي يجي في نص سنة. استاد القاهره جبنا الشركات من بره من خلال طبعا الجهه الاستشاريه اللي موجوده من بره، جت عملوا تجريب وعادوا 100 مره التجريب ده، وشوط مسائي وشوط صباحي، وغرف المتابعه فين وغرف الرقابه فين، وعادوا وجابوا وعملوا عمل شغب يتجاب فندم من وهو خارج من على الباب. احنا مليون متر مربع، احنا مليون متر مربع، هو داخل من الباب لغايه وهو خارج كله كنترولد. الكاميرات مش كلها تقدر تجيب الدائره 360 درجه في نفس الوقت، لو في اي مشكله في ال 360 درجه الكاميرات في استاد القاهره بتجيب ده ال 360 درجه بالليل بالنهار، اكبر درجه من ريزوليوشنز والنقاء هتكون موجوده، التسجيل في اي وقت هتكون موجوده مع البوابات، فالمنظومه اعلى من ممتازه. الاستاد طبعا بشكلها هيرجع، بس الـ اي اداره في الدنيا في منشاه فرد نظام اداره، الثلاثه دول لما بيكتملوا بيكون عندك العمل ناجح. منشاه بتطورها فيت فور بيربس، الهيكل بيدير ده، ونظام الاداري اللي موجود، وبيستلزم وقت يعني، وده المفروض يكون. وطبعا لما المنظومه برده ما بتكملش بكده، الجهه المنظمه لو بنتكلم بالكره يعني، حضرتك بتتكلم في الكره، الاتحاد او الرابطه لازم يبقى لوائحها جاده جدا حاده جدا، متفق صحيح. عليها لوائح جاده حاده، نظام تشغيلها، تدريب الناس اللي بيشتغلوا عليها، دي بتبقى عامل كبير اكمال المنظومه يعني. طب اخد عنوان على لسان دكتور اشرف صبحي، انه كل استادات المحافظات اصبحت شبه جاهزه مع بدايه الدوره المقبل بكاميرات المراقبه، بالبوابات الالكترونيه، وايضا بترقيم للمقاعد، وانه من ساعه ما يدخل المشاهد او المشجع الى الاستاد لحد خروجه هيبقى مراقب بنسبه 100% او مؤمن بنسبه 100%، واستادات القوات المسلحه نفس الامر، وده خبر انا بعتقد انه كويس قوي. ترقيم القواعد بس مش مدروس قوي، كل حجم الاستادات المراقبه ولا لا، ودي بنبحثها ونشوفها. طيب باعتباري طنطاوي يعني ولا غرباوي، فانا عندي 20 نادي بعت لك شكوى، بس الاول هروح لمرسى مطروح لانه في مطالب للناس هناك، وفي مطلب بسيط جدا انا قلته قبل ما حضرتك تدخل، ان هم عندهم استاد هايل بس عندهم مشكله في الارض، نقص الميه، فهم طالبين انه الملعب ده يبقى نجيل صناعي على غرار الانتاج الحربي او الملاعب اللي حضراتكم بتعملوها في كل مكان، وبالتالي ده اعتقد امر في غايه البساطه انه يتعمل، وبالتالي الرجاء يقدر يلعب في ملعبه. يبقى انت حضرتك وصلت الرياضه لهناك، وما ادراك ما الرياضه في مرسى مطروح، وبعد كده ربنا ييسر الحال في سيناء. نشوف مطالب الناس في مرسى مطروح. سياده المحافظه، احنا بدل ما نلعب على ملعب حرس الحدود عندنا ملعب للقوات المسلحه في كيلو 7، يا ريت سياده المحافظ يكلم سياده الفريق وزير الدفاع ان يسمح لنا باللعب في مركز في الملعب العسكري اللي هو في المدينه الاولمبيه. الرياضه في الضبعه يعني دينا، ونتمنى من سياده المحافظ دعم مراكز مدينه الضبعه. نادي الرجاء يعني له ممثل الوحيد محافظه مطروح، فهمت بقى؟ ويمكن الوحيد اللي لعب المباريات كلها خارج ارضه في اسكندريه وكلها. الحاجه الثانيه لو كحكايه ان جمهور بيحضر او اي حاجه، تعالوا في مطروح، احنا لو قعد 20,000 او 50,000 وكل حاجه، مفيش واحد يحرم يطب جوه الملعب. الحاجه الثانيه لما يجيني الاهلي والزمالك والفرق الكبيره دي كلها، حابة دعم للسياحه، عندي دعم للسياحه، انا عندي سياحه الصيف ده جاني مطروح 2 مليون او 3 مليون. طلب من السيد الوزير شباب الرياضه بان يهتم بانديه مطروح واللعب يبقى هنا عندنا، عشان وشوف جمهورنا الحبيب يشوف الكوره ويشوف يتفرج على الانديه الكبيره دي، موسم من مواسم الرياضه في محافظه مطروح، نشوف الانديه الكبيره دي. مطالب من السيد المحافظ بمخاطبه القوات المسلحه لاعطاء ملعب القريه الاولمبيه للعب نادي الرجاء عليه، هذا محتاجين يلعب نادي الرجاء في الضبعه، عايزين نشوف الانديه الدوري الممتاز في الضبعه. اتمنى انه يلعب هنا في مطروح، ومكانه موجود. انا لو حضرتك لو رحت وصورت القريه الاولمبيه بتاعه الجيش اللي في كيلو 10، الملعب سهل جدا انه يبقى موجود، ساعته من 28,000 ل 30,000 متفرج، امنيا ده يخضع لقوات الجيش، يعني هيبقى مؤمن تماما. نناشد السيد المحافظ ونناشد الساده المسؤولين عن الرياضه في مصر والحكومه انها تعمل تخصص لنا استاد هنا، او الملعب اللي هو ملعب القوات المسلحه اللي في مدخل البلد القريه الاولمبيه،
يتعمل ملعب كوره. ما يصحش احنا كمطروح بنروح للمكس ونلعب في المكس، لما نلعب مع سموحه ولا نلعب مع اي فريق سكندري طبعا ما مش بنلعب في ملعبنا، بنلعب خارج الملعب. يعني احنا نامل ان مطروح يكون ليها استاد خاص بيها ويكون ليها ملعب. طيب انا عارف انه ده ملعب قوات مسلحه وعارف انه اختصاص قوات مسلحه، بس اعلم مدى العلاقه الطيبه جدا لتربط ما بين القوات المسلحه ووزير الرياضه واللي حضرتك مساعده. بص حضرتك، يمكن مرسى مطروح احنا بنحيي كل الاخوه في مرسى مطروح. في تطوير في الملاعب كبير جدا جدا، يعني يمكن في 11 ملعب، في 11 ملعب نجيل صناعي بيتعملوا، وفي حوالي 7 تقريبا من قطاع الشباب في قطاع مرسى مطروح كله. يمكن في نادي العالمين، السيد الوزير يعني في قرار خلاص وتشغيل لعمل ملعب كبير نجيل صناعي، عمل السور للنادي. ده بالفعل يعني مش هيتعمل ده خلاص. بالنسبه للنادي الرجاء، يمكن كان في مراسله من وزاره الشباب والرياضه والسيد الوزير الى الملعب العسكري والمدينه العسكريه، ولو في اي حاجه تتوضب على استعداد ان احنا كوزاره الشباب والرياضه ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يتعمل. وفي مراسلات بهذا الشان، استاذ الوزير يعني لو في اي حاجه ممكن ان احنا نساهم فيها بحيث ان احنا الانديه اللي طالعه نسهل لها المهام بتاعتها وبتعاون تام. يعني ده بالنسبه لمرسى مطروح. ده خبر جميل. بص بقى سيد الفضل، عندنا الانديه، انتوا عندكم الوزاره بتطالب بالغاء نشاطها لانه ما عندهاش ارض وعمره ما هيبقى عندها ارض. نادي عمال طنطا ده انا اتربيت فيه يعني أنا وانا اللي مؤسسه. نادي براعم مصر بطنطا، ودول شباب وعادين جمال عاملين حاجه اسمها نادي البراعم، وبيحاولوا بكل الطرق ان هم يعني بيعملوا حاجه رغم ان عندهم ملعب تراب في استاد طنطا. انا هدي لك الورقه. نادي المهنه الرياضيه بطنطا، نادي التطبيقيين، نادي النصر، نادي شباب الغربيه، ثم الاهم من دول انديه ذوي الاحتياجات الخاصه او الاراده والتحدي او عفوا المعاقين، الهدف والرجاء والسلام واهل طنطا. طنطا من اكثر او الغربيه من اكثر المحافظات اللي فيها انديه للمعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه، فدول ما عندهمش ملاعب. نادي معاقين هيجيب منين ملعب؟ فبيروح يتمرن في الاستاد، قالوا له ما عندكش ملعب. نادي الصيد بسمنود، نادي اهلي قطور، نادي التطبيقين ببسون، بيرما، المعتمديه بالمحله، الاقصى الدخليه والدوخيله بالمحله، ونادي ابناء فرنسيس. يعني هم انا ادي لحضرتك يعني الورقه، بس يعني لابد يكون في روح القانون شويه لانه فعلا ما عندهمش ملعب. يعني القول بالقول يذكر. يعني يمكن الغربيه بصفه عامه وطنطا بصفه خاصه في الالعاب الفرديه لها شهره كبيره جدا الحمد لله. وعلى المستوى الحديث السكواش كنت مع اتحاد السكواش، لكن بصفتي كنت لاعب كاراتيه، فكنا بنقلق دايما من لاعب الكاراتيه. كنت لما ينزل لاعب من طنطا كنا بنقلق. فليهم باع واداء عالي. كل الحاجات دي هاخدها من حضرتك باذن الله ونتابعها بشكل جيد جدا، وبرضه هنرجع لحضرتك في كل الملاحظات اللي انا خدتها النهارده. انا شاكر جدا ليك بجد، شرفتنا ونورتنا وقلت لنا اخبار كتيره جدا مهمه، واحنا متفائلين خيرا بيك، واحنا بنثق كمان في الوزير المهندس خالد عبد العزيز، وواثقين ان شاء الله ان المرحله المقبله هتبقى افضل باذن الله. لا ان شاء الله، واحنا بنعتبر الموضوع يعني امانه لبلدنا في كل وقت، وبنشتغل بغض النظر عن ايه المفروض يكون، وربنا يقدرنا عليها. والوقت اللي هنحس فيه مش قادرين نتقدم خلاص بنقول شكرا، مش قادر حد تاني يجي يعني. تقدموا وتنجحوا باذن الله ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين. ده كان لقاءنا النهارده مع دكتور اشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضه، واتمنى ان احنا نكون طلعنا ب يعني بعض الامور الهامه اللي كانت بتهم حضراتكم. بكره باذن الله في اول ظهور ليه منذ خلافه مع مجلس الاداره الاستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي، في حوار صريح جدا جدا جدا، مع كل التحيه للزميله العزيزه منى الحسين.